من 9 ل 11 متاع الصباح ساعتين فرح مع فرح بن عمارة على EFM أحلى غاديو. عشرة وعشرة دقائق نزي برانشي معنا سور لي زوند راديو EFM EFM أحلى راديو. مازلنا متواصلين معاكم من توا حتى للحداشة. مرحبا بكم الناس اللي التحقوا بينا توا. ماكي مازال معنا بما أنه باش يحكي لنا بعد شوية أخرى على الديفي في الكوتشينج سبورتيف إن شاء الله. وتخلط علينا مالك بن حمودة. صباح الخير. صباح الخير. شوية أخر الحمد لله تخي بيان. شوية أخر عندنا موعد مع دبرة لكن نحب نمشي للناس الكل بما أنه توا بيريود السولد. السولد بدا فما اللي عامل تخفيضات ب 20 والا 30% وفما اللي عامل حتى ال 50% سور اون سيليكسيون دارتيكل. اما في متجر ميلانو تمتعوا ب 50% دو روميز على لي زارتيكل الكل. معناها القطعه اللي تحلى في عينك صومها اقسمها على اثنين. والله سي بيان والله برشا جو. Mais la profiter, les secrets de la collection d'été pour hommes, jeunes, dynamiques et branchés, ma Mazzaro Milano, il bistounsi ou aish Taliani. Aywa, hak hafd darsek. Ou kil ada, les points de vente, fils Fekas, el Mourouj Arba, ou el Aouina, et la Mazzaro Milano, li kil ada, et dalal comment فما مربوح فما فازات Mazzaro Milano. لا فما سولت 50% معناها أكثر من المربوح نتصور. وي. نتصور سورتو كو الاسعار في متناول الجميع. اكيد الاسعار في متناول الجميع زيد نكملوا نطيحوا 50% معناها بلاش. اي برا غير بركه خوذ في السولد وتمتع باللبس المزيان. سورتو انت ماكي توا هاك باش تضعف باش تولي بدن توا باش تلبسك المحزوق شويه هذاك. لا دونك فما جو على الفيسبوك ان جو ديجيتال مع Mazzaro Milano تلقاوه على راديو EFM على الباج فيسبوك راديو EFM باش تشاركوا في الجو هذايا وتكونوا انتم فايزين معنا. تشاركوا في الديجيتال باهي وقت كيفاش باش نشاركوا ندخلوا على الباج نتاع Mazzaro. تدخلوا على الباج تاع Mazzaro Milano تدخلوا على الباج نتاع راديو EFM وتلقاو لو جو دونك Mazzaro Milano. انا تاو شوف كيفاش انا تاو باش ندخل على الباج تاع Mazzaro Milano. الناس كل دونك تمشي للباج Mazzaro Milano وتدخل تلقى الجو غاديكا وتشارك في الجو نتاع Mazzaro Milano. هكاك الناس كل توليو رابحين منها تشارك في الجو منها تشوف لي زارتيكل زاد اللي موجودين ديجا على الباج فيسبوك وميم طون تمشي من غير ما تديبلاسي وتمشي تشوف تختار القطعه نتاعك توصل غاديكا تخلص 50% وتربح في الجو. مال خويا رخاء هذايا مش نعيش طلياني بركا ميلانو وروما والكل. لا عاد انت حدك حد لامبادوزا. مازلنا باش نتواصلوا معاكم الناس اللي تابعوا فينا الكل. هو قلنا له المال فيتا وين تحب تمشي قال لامبادوزا. انا نحب نشوف التوانسه علاش يمشيوا في البحر هذاك الكل باش يوصلوا للبلاصه نتاع لامبادوزا ساشون كو اللي هي جزيره معناها باش يعاود يمشي لايطاليا مره اخرى ظهر لي رحله معناها هذاك علاش نحب نكتشف حاجه جديده. هو دخل في تيريتوار ايطاليان سي فوالا مش بالضروره انا اليوم باش نمشي للميلانو ولا روما باش نعرف ايطاليا باش نشوف التوانسه علاش اللهفه هذه الكل نعرف دخل تيريتوار ايطاليا ولكن زاد او ميم طون باش تمشي للجزيره وتلقى روحك في, ال في, ال في, ال في الحكايه في البحر وسماء دونك ميسالش خلينا نكتشف اكتشف اما انت نعيش طلياني بمتزارو ميلانو وكا نحن باش نهديوك رحله الى لامبادوزا تسمعوا فيها رحله اي قايد هو شيء صحيح راه ما يفلتش حتى رحله لامبادوزا سجل سجل عليا يا اسامه سجل اي ايمان بلاي قايدوها هذه رحله الى لامبادوزا. الناس اللي تابعوا فينا باش نمشيو مع بعضنا توا للبوب ومن بعد راجعين باش نحكيو على دباره اليوم. ساعتين فرح رجعنا لكم في ساعتين فرح مازلنا متواصلين معاكم العشرة 15 دقيقة EFM أحلى غاديو وقاية الدبارة. واليوم باش نمشي ونعطيكم اون غوسيت بنينة وسهلة مع مالك بن حمودة. صباح الخير مرة أخرى مالك. صباح النور. دونك اليوم اخترت لنا اون غوسيت تاعي شوية. إيه. دونك باش نحكيو على لي كروفيت رولي بالبريك. نقولوا كروفيت لابسة سفسيري. والا الحوتة بالسفسيري زادة دونك الكروفيت بالسفسيري ومعها اون صوص اغرو دوس اللي هي اون صوص سكري سالي وشوية ايبيسي حارة شوية دونك نجمو نعملوها في الدار با لابان انو نشريوها من لي غراند سيرفاس على خاطرها سهله برشا وما تتكلفش وان بلوس بنينه. اكزاكتومون. دونك بالنسبه لدبارتنا اليوم دونك حشنا بديزانغريديون مالك من بينهم لانغريديون اسونسييل اللي هي ديجا الكروفيت اه والبريك
اكزاكتومون حافظه درسك فرح. اوراق البريك هي على باز الغوسيت هذيا الكروفيت هذيا تجي بالفوي دو ري اوراق الروس عندهم هما. احنا هاكا اون ريفيزيت ان اوتر مانيير توينسا نعملوها بالملسوقه وتجي معناتها بنينه ياخر بنينه برشا وفيها هكا جو تونسي معناها نكهه تونسيه باهي سورتو لو كروستيان تاع ورقه البريك اي باهي. لوسوس اغردوس هي ديجا معناتها المعروفه سوس اغردوس معروفه في معناتها في اسيا براتيكمون الكل اما في تايلاند معناها يستعملوها برشا. نستحقوا للغوسيت هذية حاجات سهلين على الاخر. 100 ملي لتر خل نورمالمون خل نتاع روس احنا ماهوش موجود برشا عندنا في السوق دونك انا اخترت خل نتاع ثوم بنين برشا تجي معناتها تبنن برشا. 100 ملي لتر ماء 100 غرام سكر زوز مغارف كيتشاب شويه ملح 4 سنين ثوم وثلاثه فلفل بالعبيد باه وفوالا ومغرفه نشا مغرفه نشا نحلوها من بعد في ثلاثه مغارف ماء باه باهي ساهل برشا. ناخذوا الكسرونه نتاعنا على النار الخل والماء والسكر نحطوهم يسخنوا باهي اون فوا هكا عملوا اون بوتيت ابيلوسيون نزيدوا نشا المحلول في الماء ونخلطوا نزيدوه للميلانج نتاعنا هذاك ومن بعد نزيدوا زوز مغارف زوز مغارف كاتشاب نكونوا كيما قلت لكم زدنا ما تنزيدوا كل شيء الفلفل الثوم مع الماء والخل والسكر ومن بعد قلت لكم النشا ومن بعد الكاتشاب سي تخثر الصوص نتاعنا تولي حاضره. انا نحكي انا علاش عملتها انا كنتش نعمل لكم حاجه اخرى حلوه راني يا جماعه هذيا جاتني استدعيت حاسيلو عندي صحه استدعيت هكا جات حب يسر الكوزين ازياتيك وانا بحكم اللي مصلع معناتها في الخلاعه في بنزرت ما فيهاش جمله لي صوص هذوما معناتها فما لقيت كاين صوص سوجا وان تري اكزوربيتون قلت مليك تو دو لو فير لازمك تعملها في الدار وما فرد مره نفع بها اي اف ام جماعه دونك فرانشمون جربوها ياسر بنينه للكروفيت نظف الكروفيت نتاعك من الوسط معناتها تقشرها كامل الوسط يحب ينحي الراس ينحيه نخليو التليني نتاع كعبه الكروفيت نملحوها شويه ومن بعد نلفوها في نقصوا الوراق الملصوقه نتاعنا نقصهم على اربعه وكل ربع نلفوا به الملصوقه نتاعنا. باهي كي نجيو باش نلفوا الاوراق الملصوقه في البريك بوغ بوغ الاوراق البريك ما تبعدش على الكروفيت شنو هو الاستوس؟ نجموا نعملوا كيف ما الكول اليمونتيغ شويه ماء وشويه فارينه. باهي بالبانسو نعديو ونسكروا معناتها هذيك ساهله على الاخر وحاجه حاجه برشا حاجه ياسر اسونسيال ماذا بكم تنشفوا الكروفيت معناتها تكون معناتها بابي سويت بابي ابسوربون ابسوربون تنشفوا بها بكذا خاطر من بعد باش يصيروا دي بروجيكسيون زيت وتولي حكايه معناتها مخطره دونك تنشفوها بكذا وملصوقه ونحطوا نقليو على رواحنا ما يلزمش يكون معناتها زيت ياسر حامي لازم يكون هكا سخون باش ما تجيش اللون نتاعها خايب تكون هكا بيان دوغي وكهو ونعادوا الصوص نتاعنا حضرت البريك الكروفيت غولي في الملصوقه حضرت نعاديو بها ياسر بنينه. نجموا في بلاصه الكروفيت اللي ما يحبش الكروفيت وزاد كل قديروا قدروا كل شيء نعملوا نجموا الحم مفروم نجموا نعملوا بالاسكالوب هكاك زاد كيف كيف ملصوقه واسكالوب نجموا نعملوا البريك نتاعنا نعاديوه زاد كيف كيف بالصوص اغردوس هذيا نجموا نعملوا الحم معناتها كيف كيف بالحم الحم مشوي وتحط معاه صوص هذيك زادا كيف كيف السلطه اون بو لا سيزوني زادا بالصوص اغردوس معناتها راهو نستعملوها فيها برشا استعمالات مش واقفه كان على الكروفيت ولا على ويسر بنينه فرانشمون ننصحكم تجربوها. وبالنسبه للعباد الفيجان نجموا ناخذوا مثلا لي كورجيت وفروماج دونك نعملوا لو رولي نتاع الكورجيت القرع الاخضر ونقصوه اون لاميل وندوروه بالجبن ونقليوه زادا مع ورقه البريك هي اخرى فوالا وي اكزاكتومون نجموا نجربوها زادا هذه تجيب لنا برشا عباد ما تاكلش الحومات الكروفيت اللي عندنا في تونس دونك اي تساعد برشا الحكايه هذه دونك عندكم ملتيبل فاسون باش تحضروا لو رولي بالبريك سواء كان بالكروفيت بالحم بالفروماج بالخضره ولا لا صوص لاكومبانيومون لا صوص ايغرو دوس اللي هي سهله وتنجموا تمشوا تشوفوا لا فيديو نتاعنا على الباج فيسبوك راديو اي اف ام الاكثر توضيحات ده كيف كيف نجموا يتابعوك على الباج انستغرام تاعك ملاك انستغرام يوتيوب ملك بيعشان دونك سهل برشا وحاجه هيلثي ولا لا زعما
جمعة جاية، جمعة جاية نتفهمت معهم الكل، كل كلكم باش تعملوا حاجات هيلثي و جمعة جاية تشيز كيك ماهوش هيلثي راه. تفهم انت ودالي تشيز كيك تو ما بيناتنا تو من بعد نسكل طلبوا حطوا عند بجة، حطوا عند بجة تو من بعد كنهز. دونك هذه كانت لا غوسيت نتاعنا بالنسبة لدبارة اليوم. تنجموا تفرجوا في الباج فيسبوك راديو اي اف ام الأكثر توضيحات وهكاكا تنجموا تفنوا في الكوجينة. مشكورة ملك بن حمودة وقيت باش نمشيو الكوتشينغ سبورتيف مانو يخلط علينا دالي تبان لو كوتش وقيت كوتشينغ سبورتيف. صباح الخير دالي. صباح الورد فرح. صباح النور للناس الكل اللي تسمع فينا وتشوف فينا. دونك توا باش نرجعوا على الوقائع واللي شنو اللي صاير لمده الزوز اسابيع الفايته. سبور انتنس، فما برشا برشا موفمون، برشا حركه، برشا رياضه، وسورتو برشا عزيمه من طرف مكي النفطي. وي برشا عزيمه. ما اليوم عندي كونفيدون نحب نقولها قدام الناس الكل. اي قول لي. كان حاجة ما بيناتنا خليها ما بيناتنا. لا هي بيناتنا ما عادش بيناتنا برشا. باش يتم فضحة للجمهور تفضل. أول حاجة نحبه صاحبي مكي على الأخر على الأخر من نهار الأولاني اللي قال فيه الميزان بتاعه كان غلط. يودي يزي يودي يهديك ربي يودي. نهار الأولاني وما كادني إلا بعد خمس أيام نطلع فوق الميزان. صاحبي مكي كان يوزن 108 كيلو مش 101. شجيك خايدت 108 كيلو. 108 كيلو. اليوم وين وصلنا؟ اليوم بالضبط مكي يوزن 101. دونك علاش علاش تفوسي؟ الميزان اللي طلعت عليه الاولاني غلط الحق نتاع ربي بعدك نقصبيل. اما حتى نقصبيل عطاه فالور قليل. اي لا 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 هذايا ما يجيش هذايا هكا وزن البيله اللي ناقصه هكا هكا ما يجيش 5 كيلو راهو نقص 7 كيلو في جمعتين. في جمعتين راهو معناتها حاجه اكسترا اوردينيغ. دونك مكي الحق عطيناه بلغتنا العاميه تريحه في الاكتيفيتي فيزيك باش ينجم بدنه ياخذ شوك اوتوماتيكمون بعديك باش ينجم يخسر برشا دي كيلو 7 كيلو في جمعتين. راه سي با ايفيدون دو تو. تويك الحاجه اللي لازمنا نعملوا عليها انه 7 كيلو هذوكم بعد بشويه بشويه يزيدوا ينقصوا بشويه بشويه اكثر. ما عادش بالفاسون هذيك خاطر تويك ماكي كان ياكل كان اغلبيتها برشا وجبات فيهم بروتيين. كان ياخذ زاد في ومازال ياخذ في دي كومبليمون اليمونتير اللي هما ماهمش معناتها اباز شيميك اللي هما حاجه باهيه على الاخر باش يعاون بها توسكي معناتها يحرق الغريس وتوسكي بروتيين باش ينجم معناتها يدخل دو بيور بروتيين لبدنه وتوسكي بري ورك اوت معناتها باش ينجم يريكوبيري وبدنه يريكوبيري في وسط ليفور اي ابخي ليفور. دونك نشوفوا تصويرة الكرش كيفاش كانت. تفضل تفضل مرحبا. هذه 108 كيلو هذه خاطر قبل ما نجي قبل ما نجي هذه مشيت عمرت على الزملاء دونك قاموا بالوجبه. يعطيك الصحه بارك الله فيك. يعطيكم الصحه الناس الكل. لا سي فغي خاطر اليوم نشوفوا لو ريزولتا تنجم تقول لا ما عادش لا قوم ينجم تقوم وتوري. بيان سور بيان سور هذا لو ديفي قبل الحظ قوم وري العباد. اي باهي اليوم ديجا نشوفوا اون اميليوراسيون. مالك هاي مالك هاي شاهده شافت التصويره قبل وبعد بعد اسبوعين تقريبا 7 كيلو 7 كيلو سكيفي معناتها اون تايره اون تاي اون موا. اسال وقولوا الشورت هذا البارح نحكيو فيه السوجي قال لي الشورت هذا راهو كان ما يدخليش. لا لا الحق نتاع قال لي البارح جيت قلت خليني نجرب بعدين عمل اني ربحت شورت زايد قلت له باهي. بي دونك توا انت ركزت ريلمون على كل جونغ ديكزيرسيس دالي؟ ركزنا اون فيت الكومبينيزون ما بين الفورس والكارديو اللي هي الفورس اباز معناتها سوا بالبوا دو كور سوا اباز بالشارج خفيفه برشا وبالكارديو على خاطر الكومبينيزون بيناتهم تمشي بالكدا في سيرتو معناتها باش تحرق اكثر الغريس وحتى الوقت باش تحرق فيه ديما الوقت سريع برشا. وخدمنا برشا ديكو نتاع هيت اللي كيما حكينا فيهم لي سيونس اللي فاتت اللي احنا اون ريسبكتي 3 فوا بار سومين الهيت خاطر سي انتونس كو ميم ان كور دو اون دومي اور ولا 20 مينوت ماكسيموم معناتها مي انتونس على الاخر. والجمعه اللي فاتت دخلنا شويه في المسكولاسيون باش هكيكا حتى كان البدن يتيح
نعود نكبسو ديما يقعد فما البوستور وموجوده وواقفه. عاده وقت اللي نعملوا حركات رياضيه ونبداو في سبور وقلناها نحن في ديبي دو ليميسيون قلنا اللي البوا يكثر على خاطر الماس غريسوز يمكن تنقص اما الماس مسكولير اللي هي البيز لور دونك تزيد في الميزان. كومون سا في ما وصلش ل 110 على خاطر تو سامبلومون على خاطر بدنو كان فيه بالحق برشا غريس داكور كان اوتوماتيكمون يعطيك قولها قولها كان مشحم كان مشحم انا فيغيتي كان مشحم سي بون الناس شافت تصاور وتسي احكي تو توتي بارمي دونك بدنا شو عمل دونك كي خسر هو الغريس اوتوماتيكمون احنا ما عملناش الكومبينيزون بالمسكولاسيون والكارديو باش يزيد الماس في الفوليوم مسكولير داكور دونك اوتوماتيكمون حرق برشا غريس تويكا من 101 باش يولي يطيح بشويه بشويه فريمون معناتها كي نقولوا كي نمسوا بعد جمعتين تو دي في مازال ولا ثلاثه جمع كي نمسوا 90 يتسمى به مي بار كونتر بدنو مش يولي معناتها الباتخين نتاعو باهيه البغا نتاعو باهيه اي كنا نشوفوا في التصوير شو وريش حطيت تو حطوا تصويره تو ايمان العباد اللي قاعدين يتابعوا فينا على الباج فيسبوك راديو اي اف ام ينجموا يتمتعوا بالمناظر الخلابه اللي كنا نشاهدوها ينجموا تشجعوا زاد ينجموا مي سيرش ينجموا يشجعوا مش تعطيهم مناظر خلابه يشجعوا وسيرتو نعطيو العزيمه للناس اللي يحبوا ينقصوا على خاطر البريز دو بوا راهي مش ديما هي ماهيش ديما حاجه باهيه هي ماهيش حاجه باهيه بالكل على خاطر ديما المعروف انه لا غريس اللي اوتور من الكرش دونك هي بيدها لازمك تتخيل العضله نتاع القلب هي بيدها داير بها شحم معناتها لا ميم غريس اللي دايره بالكرش هي بيدها دايره بالقلب واللي يعمل بعد برشا مشاكل معناتها صحيه سي فري فما حاجه بلي جوست خاطر لي مت هذوما الكل فريمون نشكر برشا العباد اللي قاعدين يتبعوا فينا على اف ام خاطر فما برشا عباد تبع فينا برشا عباد تبعث لي في دي ميساج تقول لي برافو على مكي واسكو شنو نجم نعمل والا امان تنجموش تعملوا لنا دي سيونس اسكو نيرسياتيك يترين ما يترينيش اسكو معناتها مريض بالقلب يترين ما يترينيش العباد الكل معناتها فريمون قاعده تبعث لي في دي ميساج انا نقول لهم بارك الله فيكم الناس الكل ويعطيكم الصحه وان شاء الله يا ربي يخلينا اون انتام معناتها لي سوجي الكل اللي انتم تستحقوهم مي حاجه برك فات دو سبور ا كونديسيون كو انت قبل ما تمشي تعمل اكتيفيتي فيزيك تمشي للطبيب نتاعك يعطيك سكون ابل احنا انك انت لابتيتود فيزيك معناتها انت ابت باش بو براتيكي لو سبور بالنسبه ابار هذا تنجم تعمل اي اكتيفيتي فيزيك راهي ماش مربوطه بعبد لاباس عليه ولا بالفلوس ولا بسال دو سبور الاكتيفيتي فيزيك تنجم تعملها حتى في دارك تطلع في الدروج وتهبط تعملها حتى ومش نعملوا سيونس مش نعملوا فيديو وانت في دارك للمراه اللي طيب ولا المراه اللي هي بصغارك كيفاش تنجم تعمل او ميم طون الدار او ميم طون كيفاش تنجم تعمل اكتيفيتي فيزيك هذه باش نخليوها في لي ديرني جور معناتها كوم اون سيربريز دونك نقول لهم اعملوا اكتيفيتي فيزيك حتى لو فات انك تخرج وتو بيريود تاع بحر ودنيا سخونه خلي الشمس تغيب شويه ومشي اعمل دو لا مارش ولا صباح بكري هز اولادك العب مع اولادك خرج مرتك اخرج وحدك اخرج مع اصحابك اون جروب خاطر كي تخرج وحدك ديما سي با موتيفون ديما تخرج اون جروب فريمون سي ترو موتيفون وحاجه بالله العباد اللي قاعده تمشي للنيتروسيونيست فما مالوغوزمون دي نيتروسيونيست اللي يقول لك اوكي هذا ما تعملهاش وهذه ما تعملهاش وهذه ما تقداش غير كو باش انت يشدك الباسيون هذاك ويخليه ديما يجيه باش ديما يقعد يكسكي في الفلوس ويقول له اوكي تويك لقيت ريزولتا والله ديغنييرمون معناتها عرضتني اون امي قاعده تحكي لي سافي مالو كور معناتها هي تمشي نيتروسيونيست وهي ما عندها حتى شيء راه فما فورمول اليوم تحفونا على الاخر مش مفسر لكم تنجم تدخل على جوجل اللي هي الام سي الام سي اللي هي ساس كالكول فاسيلمون لو بوان تاعك سور تاي فوا دو اي وفما دي انترفال اي اذا تلقى روحك انا عبد عادي ما نسميش معناتها زايد في الميزان وما نسميش معناتها اوبيز نلقى روحي ما بين ال 18 وال 23 نورمالمون عبد عادي باش تلقاها الكالكول كي تحسب تعمل كالكول تلقاها ما بين 18 وال 23 عبد زيد شوية ماهوش راه اوبيز زيد شوية مش تلقاها من 23 حتى كش يوصل ال 28 حاجة عادية جدا من بعد اودولا دو 28 تقدر تقول راني انا فريمون زايد معناتها برشا ولا عندي تويكا اوبيزيتي لازمني فريمون نتلهى بروحي داكوغ دونك اليوم العباد الكل اللي تسمع فينا تدخل على جوجل تكتب كالكول اي ام سي تحاول تشوف البوان تاعها قداش توزن وتو نشوفوا كان عندك شي كالكولاتريس تو نحسبوا صح مكي
عادي تخي بيان عندي كل شيء قداش طولك خويا خلينا نكمل ساعه نعطي كلمه اختار قداش طولك مثال نعطي كلمه مثال شمدام انا حضرت كالكولاتريس خاطر باش نخليش الساده المستمعين يستناو برشا 184 قيد به مثال باهي دونك احكي شنو كنت انا عطيتك باش تقيد خلينا نجيب الكالكولاتريس احكي شنو كنت باش عطيتك الطول قيس انا فقط نحب نجبد نقطه معينه اللي هي راهو فما اون ميتامورفوز دو كور بعد ال 40 سنه هذه العباد لازم تعرفها وسورتو الناس اللي يمكن عملوا برشا دي ريجيم اليمنتير بعد الكارانتين فما مشكله نتاع ادابتاسيون نتاع الريجيم للشخص اللي فوق ال 40 سنه هذه مهمه برشا خاطر فما اون ميتامورفوز البدن كله يتبدل حتى لا بوستور تتبدل فما شكون يقول لك انا كتفي كانوا عراض وتوا وليت عندي كربه شويه دونك هذاك الكل يتصلح بالسبور سيغتينمون يتصلح اما راهو ان سيغتان اج كيما انت قلت راهو سي جوست كيستيون دو تون إذا أنا اليوم صغير دونك النجم جمو غاتخاب فاسيلمون ونضعف فاسيلمون ونحسن بدني سيرتو البوستور نتاعي فاسيلمون. مي اون فوا كيما قلت أنت تبدا الكارونتين وتفوت أكثر دونك سافا تيتخ أن بو ديفيسيل للعباد اللي هي كانت تاركة الأكتيفيتي فيزيك من بكري. هذاك علاش أنا نقول ديما ونوعي العباد راهو إيفو فار دو سبور دو لاكتيفيتي فيزيك وتقعد كيما أون ديغي باش تاكل ولا باش تمشي تخدم فريمون تقعد ديما تعمل في الأكتيفيتي فيزيك. الكالكولاتريس مترو 4 مادام حسبتو 3.68 استنى تنقولوا لك 3.68 باهي اي 27.44 هو مازال ما وصلش لل 28 اي دونك سي فورسيمون يتسمى عبد زايد شويه ماهوش في لوبيزيتي دونك عبد زايد شويه وهذاك علاش معناتها قاعدين نشوفوا كي كان يوزن 108 كان تعمل انت كالكول تلقاه مس 28 اللي هو فريمون يتسمى عبد اوبيز كرشو قدامه اجنبه امور معناتها لازم يفيق على وضعه هذاك علاش وصف لنا اجنبه فايده كرشو قدامه عجله 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 ومش تاع سكوتور ولا حاجه مي عجله نتاع سومي غومورك ولا حاجه خليني نعطي كلمة أنا جوست على الديفي اللي قاعدين نعملوا فيه اون جينيرال رينا في برشا عباد يوريو في التوسكي سبورتيف ولي كوتشين سبورتيف نحن في ساعتين فرح اليوم الشوا اللي خذيناه باش نكون أنا موجود في الديفي باش ناخذوا اكزامبل ريال والاكزامبل ريال ظهر لي أكثر حاجة تنجم توريها للناس وتنجم تعطي بها ريزولتا للعباد خاطر برشا عباد كي تجيب دي كوتش سبورتيف ولا ناس يصوروا رواحهم في الصالة تلقاه هو الكوتش بدنه بالرسمي ما شاء الله عليه ويبدا يعمل في السبور دونك يستصعبها الإنسان اللي عنده كرش ولا الإنسان اللي اسمي شويه انا دونك مع دالي ومع فرح دونك كي عملنا الديفي هذا جوست بور مونتري او جون اليوم راهو اي حاجه تنجم تعملها سي فاسيل جوست تحط شويه عزيمه وماهوش سبور راهو حكرا علي سي بون تولد مع سبور ولا اللي بدنه مسكل ولا كذا لا تنجم انت بشويه بشويه تخلط ليتا معينه مزيانه برشا معناها راهي ليدي اليوم نتاع الديفي باش بور مونتري وباش نعطيو ليكزامبل للعباد صحيح انا باش نربح على الاقل نحي الكيلوات زايده ولكن او ميم طون زاد العباد باش تشوف الفرق من الى حتى تصاور فوالا حتى تصاور العباد الايميل اللي تبارتاجي فيهم راه نورمال على الاخر حتى كان ما تقلقتش راهو حاجه عاديه على خاطر اليوم ليكزومبل باش تعطي يعطيك نكمل الجمله شيء راهو من عندنا ما يمشيش فوتوشوب ولا حاجه نكمل الجمله خلينا نكمل الجمله خير ما نبدا نحكي تنساها تنساها تسلسل اي عندك تسلسل اخبار هاي عاد رجعت لكم ايمان ايمان ما شاء الله عليها ايمان تحيه الايمان يا ايمان تحيه حريفه ما شاء الله عليك يا ايمان شوف انا والله ضعفت شوفوا كي تشوفوا افون يا بخي ريتو كي وين ضعفت انت؟ ضعفت على خاطري خلينا نعمل في اللايف كوتشينغ ونعمل في الانو غاستريك ايبنوتشينغ انت ما عملت حتى سيونس انت مش اليوم نص نهار عملت لا عملت بديت ولا عملت قاعده فيها تاي وفيها كيك وفيها واحد انت صابرين في كل شيء في المخ كل شيء في المخ كل شيء قالت لي كل كل شيء سامري هذاك تقيد قاعده قاعده نقيد اي ما قيدت حاجه وحتى وكنت تحكي شنو اسامه حاضر اسلم يجي وشهدوا بالله ما مش نخبيو على الناس الصوره هي الحكم الصوره شفتوني قبل وشوفوني توا ايش بدي ايش بدي نفس ما يجي ايش بدي نفس اي اوكي كمل خليتني باش نكمل انت دونك ان شاء الله الاكزامبل هذا يكون معناه حافز للناس الكل وان شاء الله الناس الكل تعمل سبور وكما قال دليرة مش مربوطه بسال دو سبور وفما برشا عباد تدخل في اللي سال دو سبور وها ولا يصوروا له ويلزمني طون فلوس ويلزمني كذا وتنجم تعمل السبور في الدار انا ديجا كي نقوم الصباح نطلع الدروج 20 مره ونهبط دونك باغمي لي سبور اللي نعملوا فيهم مع دالي والزيكزارزيس اللي يقعدوا كي تقوم من النوم تنجم تعمل لابدو زاد ما يقلقش دونك فما حاجات نجموا نعملوهم اتوغي اترافيغ بحذانا بجنب نبدا في الدار دونك خليو براتيكيو سبور لو ماكسيموم ما تقلقوش رواحكم خذوني اكزامبل مثال خذوني اكزامبل باش نضعف وباش نبدا
اقوى بدن كما قلت باش لو سبور دو تيتر اون كولتور اليوم ثقافه وقت اللي تشوف في الشرق يقول لك ماشي للجيم عندي سيونس نتاع الجيم عرفت دونك اليوم ريلمون الورك اوت لازم يكون في الثقافه نتاعنا سبور لازم يكون في الثقافه نتاعنا والحاجه الباهيه اللي كي نشوفوا مثلا دالي ونشوفوا مكي نشوفوا مكي معناتها قمحي للبو نتاعو وانت دالي ابيض دونك لي ديسان اللي يصيروا على القمحيين والسمر اكثر من اللي على البو البيضاء صحيح هذاك علاش تمشي شكرتني اوف بلي لحظه تاريخيه باجه باجه والله بصراحه بصراحه قاعده تبهر فيا فرح من نهار لاخر خاطر علاش كان تمشي للكومبيتيسيون نتاع الكولتوريزم علاش عملوا لهم التانت اون فيت التانت هذاك تانت كولور قمحيه شويه باش يبان الديسان عليهم فريمون معناتها لا هذاك علاش دونك حدث تاريخي انت شجعتني اليوم صورها يا ايمان حطها هو كل واحد بيشوفها من زاويه نظر كان انت عجبتك روحك قمحي هكا عجبتني روحي بالله كان ما تعجبنيش روحي عندي ثقه في روحي زايد معاك وي ار ذا تشامبيون وي ار ذا تشامبيون يعطيكم الصحة دونك هذا كان لو كوتشينغ سبورتيف عندك نقطة جيست بور فينيغ يعطيك الصحة فرح فما ثلاث حاجات اللي لازم العباد تفهمهم راهو سي با لو فات اني انا نقص في الماكله راه باش نضعف فما ثلاث حاجات نعاود ديما نقولهم هو الاكتيفيتي فيزيك نتاعك هي الماكله نتاعك وهي الميتابوليزم نتاعك معناتها وقتاش ترقد وقتاش تقوم دونك هذايا سي تري تري معناتها لازم العباد تاخذوا اون كونسيديراسيون يعطيك الصحه الكوتش دالي تبان باش نمشيو مع بعضنا بما انه لا فام اي تالونور في برنامج ساعتين فرح دونك باش نمشيو نشوفوا سيرين مرابط بوعازي اللي هي حقوقيه ناشطه في المجتمع المدني وصاحبة جمعية خيرية تخيلوا أنه سيرين زارت 24 ولاية في فترة الكوفيد وقدمت مجموعة من الإعانات أكثر تفاصيل نسمعوها في فام دو جور سيرين مرابط بوعزي جوريست ناشطة في المجتمع المدني حقوقية ناشطة سياسية أنا الحياة الجمعياتية بديتها وأنا اتوديونت بديت اترافير اون اسوسياسيون معروفه افريكان بديت فيها وقتها كنت اتيديونت ونعمل نخدم كا تيلي اشا دونك قعدت لي بينيفيس نتاعي هذوك نعاون بهم في الناس بعديك وليت كملت قرايتي طلعت كندا باش نكمل قرايتي غاديكا عرست وغاديكا قعدت كونساكري للفي اسوسياتيف كي رجعت لتونس انا ديجا في كندا عملت جروبي اسمه انا تونسي وقلبي كبير نخدم فيه à distance عملت إيكيب هنا في تونس وإيكيب الغادي معايا في كندا وبعدها كي رجعت لتونس لهنا كونت أكثر وقعدنا نعملوا في ديزاكسيون على طول العام ما عادش نخدموا على كا معينة ولينا في العام نخدموا 5 أكسيون العيد الكبير العيد الصغير رمضان الغانتري سكولير و وفوالا معناها حاجة متاع واحد دارو باش تطيح كامتاع مرا مريضة ديما ديكا تقعد حاجة بناشينا اون باغاليل هي جات أكثر حاجة في كندا علاش؟ على خاطر نحنا العشرة دولارات الغاديكا تولي في تونس 25 دينار دونك سي ريان غادي ولا ناي تعمل حاجة الغاديكا نحنا جماعتنا عنا كيما نقولو نحنا الفترة متاع رمضان متاع العيد دونك تبدا تقدر من 11 دولار 12 دولار بديت هكاك نقول لصحابي الفتره هذيك علاش نقعدوا نعاونوا بها الجاليه نتاع سوريا باغ اكزومبل غادي علاش ما نبعثوهاش لتونس علاش ما نقدوش حاجه لجماعتنا في تونس وهكاك جينا بشويه بشويه نلمو ولينا تبارك الله نحكيوا على ديفيرمون بالملايين معناتها جيت لتونس جبت كونتينر فيه كراتب فيه 180 كرتابه وفيه دي كارتون كلهم ستيلويت وكرارس ما كانتش عنا ما صعفناش الحظ باش نخرجوا خليني للديوانة وقتها اي ديبوي قررت ما عادش نجيبوا الفلوس من غادي وما عادش نجيبوا دي دون من غادي قلنا الفلوس اللي نلموهم نشريو بهم من تونس منا نشجعوا المنتوج التونسي ومنا نزيدوا نعملوا لاكسيون تاعنا 100% تونسيان وكاو ديت وليت نمشي للبلايص تشرب ما عادش نخدم على تونس العاصمة نمشي لدجرة نتعرف على مدرسة تبدأ نائية منها للجبل ولا في منطقة فيها قواعد عسكرية ولا تبدأ الأكسي متاحة سعيد ونخدم عليها على الزيليف متاحة ونلمولها على شهرين ونبدأ نخدمه فيها لازم كي تهزها الساعة تحسسهم اللي هي هذيك ماهيش مزيد رو ذيك حق من حقوقهم انت قاعد تفك لهم فيه وتجيبه لهم ماكش قاعدة تمز عليهم ماكش قاعدة تمن عليهم خاطر يراو مش كارذونا هذيك باش يتصوروا معاها
نحن كان تشوف في الباج ولا في الجروب عمرنا ما صورنا عبد وجه ما يتصورش. معنا نصوروا الحاجة خطر الأمانة هذيك لازمني نصورها. راو راو قاعدين نحركوا ونتحركوا باش الناس تزيد تتشجع والناس تزيد تعطي. سينا العبيد اللي تصور مع القطعة ولا تصور مع الدان العبد حتى كي يخوي يخذ هذا الليل ما يخويش فرحة. أول مرة بديت كما قلت لك في أفريكان علاش خرجت وحدي على خطر تبدا الاسوسياسيون تبدا عندها خط نتاعها البلايص اللي باش يمشيو لها منظمه كل شيء. معناها حتى انت نحن مشينا اخر مره العين مرعي اولاد مرعي دونك حبيت نرجع لها البلاصه هذيك ما نجمتش قالوا لي ليه راهو عندنا بلان داكسيون نحترمو. وقتها قررت اني نرجع وحدي اي دوكو خرجت وحدي. دونك كيفاش البلايص باغ اكزومبل انا نمشي اليوم الباجة باش نخدم على ولايه معينه كي نمشي المنطقه نبدا متعديه في الطريق الرانسي مثلا اي في الفلاحه نقفلهم قولنا نحن من دشره ولاد طاوس مثلا نرجع بالذمه للبلاصه هذيك. دونك ديما انا نمشي سيغ بلاس نعاين المنطقه نعاين اللي هما بالحق مستحقين بالحق يستحقوا دعم الكل ونرجع لهم. اهم حاجه في نسي نبداو بنسي اللي قاعدين في الديار باغ اكزومبل انها تعدي الحكايه ذي لولادها لا نوسيون دو بارتاج لازمك تقسم راو مع غيرك لازمك راو تشارك غيرك راو الدنيا ماهيش كي انا بيبي مسكر عليا ومتعشيه لازمني نعرف في حومتي اكيد عندنا واحد ماهوش قادر دونك ما فيها بيس نخرج له عشيه نهارتها حتى نهار الجمعه. نحن عندنا في تونس عندنا شويه عادات وتقاليد تبع الدين نهار الجمعه نخرج عشيه في جامع في اكيد ثم العبيد المستحقه لي زيس ديف بارتو في الشارع هذيا النساء اللي ماهيش قاعده تخدم ما عندهاش مدخول دونك من طنجرتها ماهيش باش تنقص منها حتى شيء. النساء الفاعلات اللي نراهم انا في كسيدات أعمال وإلا كناشطات في المجتمع المدني تعلموا خموا في غيركم لغيركم مش على خاطر باش تخدم بيه ولا باش تتاجر بيه ولا باش تبني بيه تصويرة ليك أنت. تعلم تعاون ليك أنت قبله هو خاطر كي تعاونه راك أنت ترتاح قبله هو باش تجيك سلام داخلي ومحبة لروحك واحترام لروحك أكثر من أنه هو باش يأكلها وباش يمشي على روحه والأحساس هذاك. كلمة الختام باش نقولها التوينس الكل ان جنرال ونقسمها تونس باهي فيها بارشا خير هذي أنا اللي قاعدة نمس فيه من خلال الكونتاكت ديريكت بالناس اللي بالحق تلقى عبيد مأيسة تلقاهم عائلة أولادها رقدوا يتبكيوا خاطر ما عندهمش علوش ما ساعتين متاع الليل نوصل الحمام الشط ندق الباب تلقى العلوش قدام الباب وتشوف الفرحة اللي صارت تلقى جيرانهم فرحانين ويزغرتوا أكثر من العيلة بيدها تلمو يعرفوه هو ذكا مستحق وما تكلمش. الخير ما زال دونك لازم نسعى له وراهي الدنيا ما هيش فلوس وما هيش مصالح وما هيش منصب وما هيش كادر اجتماعي وما هيش منصب سياسي راهي الدنيا أكثر من هكا برش ثم زوالي أنت تعاون وتستحقه أكثر من سياسي تقعد ضحيتك الكل تطبل له وتكتب له في دي ستاتيوس على فيسبوك. دونك بالحق اليد في اليد تونس باش تولي خير وغدوة خير برشا برشا. هذه نصيحة سيرين مرابط بوعزي دونك اليد في اليد مازلنا باش نتواصلوا معاكم في ساعتين فرح وقيت نحكيو أستوس بوتي. تحضر معنا في استوديو الدكتورة جيهان الفقير دكتورة في طب التجميل والليزر. صباح الخير. صباح الخير. دونك اليوم باش نعطيو مجموعة من النصائح لكيفية العناية بالبشرة سورتو في الصيف ومع البحر باش تقدم لنا هالنصائح هذه دكتورة. بتبيع توا في الصيف ومع الشمس احنا في تونس قويه ياسر دونك يلزمنا معناتها نتلهاو بالبشره نتاعنا برشا برشا على خاطر الشمس الضر خاصه الشمس اللي ما بين العشره نتاع الصباح وما ساعتين نتاع القايله دونك دون سو كاب باش نحكيو على لي بو اتوبيك معناتها دي لي بو اللي هما اريسك اكثر العباد مثلا اللي عندهم لي تاش اللي هما يلزمهم معناتها اون بروتيكسيون
فورت على خاطر لي تاش راهم ديما يغمقوا في السيف دونك بخلاف معناتها لي سوان اونتي تاش اللي يعملوهم في الدوميسيل في الليل وكل يفو بيان سو بروتيجي العباد اللي عندهم لاكني العباد اللي عندهم لاكني زيد اي سون بري ديسبوزي ا فير دي تاش ابري دونك تمشي بعد الحبه وتقعد بلاصتها هكا بلاصتك احلى يقول لك لي تراس داكني دونك دوكا يفو سو بروتيجي بالكدا بون بالنسبه للوقايه معناتها ا دوميسيل معناتها يفو بيان نيتوايي لا بو نروحو نحيو ليكرون تاعنا باللو ميسيلير نغسلو وجهنا بان جيل ادابتي معناتها للبو نتاعك ومن بعد لي بو ا ريسك اللي عندها باش تعمل اونتي تاش ولا اونتي اكني ولا حاجه تعمل سينو يفو ايدغاتي لا بو بيان ايدغاتي لا بو لو سوار الصباح نعاودو باش نسالك فقط بالنسبه للاشخاص اللي يعملوا في اون كور دي بيغمونتانت يواصلوا في الكور هذيك في الصيف زاده والا يخليوها للشتاء شوف هما راهو تو سكي سوان دي بيغمونتان ماذا بينا للشتاء فهمت ا موان كو لا 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 باسيونت معناتها ولا لو باسيون يقول لك راني جو مو بروتيج ا فون وراني نخرج بالاكران وراني مانيش ماشي للبحر فهمت وقتها اون بو معناتها افيك دي ريزيرف فهمت اون في دي كور مثلا عندنا احنا لي كور دي بيغمونتانت كيما لي بيلينغ انا واحده من الناس لي بيلينغ مويان ما نعملوش في الصيف يقعد لو بيلينغ سوبرفيسيال سي دي سوان كون بو فير اون ايتي لو بيلينغ فما دي بيلينغ سوبرفيسيال ديتي كيف ما لو بيلينغ او شاربون كيما لي بيلينغ على سيد دو فروي سوبرفيسيال سيد دو فروي اون بو لي فير دوكا اون ايتي مي يلزم ديما اون بروتيج راهو بعد ان بيلينغ ولا ان سوان دو فيزاج ولا حاجه يفو توجور سو بروتيجي على الاقل على الاقل لا 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 بروميير ولا جوسكا لا دوزيام سيمين ابري ابري لاكت معناتها استيتيك بي بالنسبه لي ليدراتاسيون دو دو لا بو دونك ريالمون لازم نستعملوا دي كريم صباح في الليل كيفاش بالنسبه للابليكاسيون انا جو ميدرات ولازمني نخرج زاده خاطر عندي برشا قضيه دونك جو ميدرات ومن بعد نحط ليكرون سولير تحط l'hydratation il faut hydrater mettre la crème hydratante قبل ومن بعد فوق l'écran solaire اذا عندنا اون روتين دونك نكملوا لا روتين نتاعنا ومن بعد نحطوا l'écran مش نحطوا l'écran ومن بعد نعملوا l'hydratation نتاعنا la crème hydratante ومن بعد فوق تحط l'écran l'écran en fait هو c'est comme un masque qui doit rester à la surface de la peau qui va faire un filtre بين les rayons معناتها UV et la peau دونك من الاخر يتحط ليكرون مي بالنسبه للليزر دونك ا ايفيتي بالنسبه للي زون اللي اكسبوزي بالطبيعه فما لي زون اكسبوزي اللي يبداو برونزي سورتو فهمت لي زون برونزي هذوك ما نعملوش ليزر اون بو برونزي راهو ابري لو ليزر معناتها تنجم تعمل تقعد نون برونزي تعمل سيونس نتاعك في الصيف تو بروتيج مثلا باش يعمل يدين ولا ساقين ولا حاجه بعد الليزر ينجم يسكسبوز اون سومين ابري ولا سانك جور ابري ينجم وقتها يسبرونز على روحه مي افون لا سيونس يفو با اتر برونزي bien que rafa matawa quelques machines معناتها فما des machines qui sont sécuritaires معناتها هكا يقولك يخدم على البو برونسي وكل شيء quelques machines راهو c'est la longueur d'onde NDA qui est sécuritaire هكا هاو ou il faut pas être quand même trop bronzé معناتها هكا doublé choqué mais bronzé blgdé il faut éviter bon on peut poursuivre les lasers sans problème pour les zones cachées les zones qui sont pas bronzées comme les aisselles le maillot femte l'arbitre مثلا المدينات اللي هذوك ينجموا يكملوا لازر نتاعهم سون بروبليم. غير هذا بالنسبه للبحر دونك ديما اون اتوندونس انه البحر وقت اللي نمشيو سا يدغات لابو خاطر نحن ديجا في وسط الماء مي ريالمون هذه معلومه غالطه. لا بالعكس هو البحر يشيح البو على خاطر الماء مالح. والماء المالح يعمل اون ديزيدغاتاسيون معناتها كي يبدا هكا لا سيرفاس دو لابو باش يجبد لك ليدغاتاسيون نتاعك الكل معناتها كيف ما حاجه انت تحطها تجبد معناتها الملح كي تحطه هكا من الفوق تحسه يشيح او كونترير بيان او كونترير البحر اي ديزيدغات لابو البحر وزيد الشمس دونك بلوس معاه دونك فما اون ديزيدغاتاسيون ابري لا بلاج ذاك علاش بعد البحر il faut بيان هيدغاتي لابو فهمت il faut بيان سو بروتيجي وقت البحر زاد il faut ماذا بينا ان ايكرون كي معناتها فما دي ايكرون توا بلوزيور تيب ديكرون femme les écrans haka qui sont hydratants en même temps trotte ton écran hydratant femme te ومن بعد كي تروح زيدا بعد ما تدوش وكل شيء يفو بيان ايدراتي لا بو. بالنسبه لوجوهنا براتيكمون في الصيف ديما فما مع السهر ومع البحر ومع الماكله اللي ماهيش منظمه وعلى النوم اللي ماهوش منظم يبدا لو فيزاج اي تيرن معناتها نحسوا فما تعب في الوجه هوني لي انجيكسيون تاع تو سكي فيتامين جايزه في الصيف؟ لا تو سكي انجيكسيون جايزه اون بو فير معناتها لي سوان اللي نجموا نعملوهم في الصيف معناتها سي لي انجيكسيون.
الكل نجمو نعملو لي انجكسيون دو فيتامين معناتها دو ميزوثيرابي لي انجكسيون دو كومبلومون دو بوتوكس هذاك الكل معناتها سي دي سوان اللي يتعملو في السيف فما راهو اون فيت راهو كاين لي بيلينغ مويان لي لازر كي سون ا ايفيتي اي تو سكي هكا في ديرمابراسيون مثلا اللي باش نحي سولي اللي باش نحي هذوك ماذا بينا زاد مش في السيف انجكسيون داسيد يالورونيك والا بوتوكس والا بوتوكس ميسالش ما يقلقش حتى سي اون سيكسبوز او سولي ولا لازم نهارتها لي فهمت معناتها من غدوة تنجم اون فوا لانفلاماسيون تنحات جوست ابخي لانجكسيون يا ان بو دو روجور ان بو دانفلاماسيون اون فوا لانفلاماسيون قصدي الشمس ما تنحيش ليفي نتاع لاسيد يالورونيك والا لو بوتوكس ابخي ليكسبوزيسيون مش باش تمشي معناتها للبحر انا نقول لهم ثلاثة اربع ايام يفو ايفيتي سورتو لي شالور اكستريم معناتها مش كيما الشمس هو الشمس السونا الحمام فهمت مي ما تعملش دي دوماج يا با دو دوماج ابخي Mais on peut donc caler soin esthétique. Nage Mozeda pour un soin de la peau. Zeda, on peut faire l'hydrafacial. Zeda. Tawa, c'est la nouvelle technique de nettoyage de peau en profondeur. On peut le faire en été, Manta, sans problème. C'est un soin sécuritaire. Qu'il a Zeda, mais d'abîmer une harine clé, ça me tombe sur le par badou. Mais kahao. Donc voilà, on peut faire Manta la majorité des soins, sauf les peelings, Manta moyen et le laser pour les zones exposées et les soins dermabad Manta l'ifiomaka. يعطيك الصحة دكتورة جيهان الفقيرة أعطينا مجموعة من النصائح في كيفية العناية بالبشرة في الصيف دكتورة في طب التجميل والليزر مشكورة على الحضور مازلنا متواصلين معكم على راديو إي إف إم وقيت نتعداو بريكو ديكو وجبران مساعد اركيتكت يعطيكم مجموعة من النصائح واليوم باش نحكيو على البلاكو بلاتر هاي شنو البلاكو بلاتر فرح دونك هو بلاتر réellement يتحط في les espaces pour limiter les espaces شويه دونك باش نخلقوا مثلا اون نيش بيت حاجه هكا اي صحيح صحيحه هي معلوماتي قيمه جدا اما نقص عاد اي اعطينا اي سي وانت باش تعطينا النقص هي اون تكنيك بلوز او موان اون ميثود بلوز او موان مودرن نبنيو بها الحيوط من الداخل ومن الخارج داكور الخارج كيفاش عطو نفسرو كيفاش باهي اصل الكلمه منين جات بلاكو بلاتر هي ماركه صنعتها شركه فرنساويه سبيسياليزي في الباتيمون باش سمات عليها ان برودوي جديد نتاعها وقتها اللي هو لي بلاك دو بلاتر من بعد شهرت برشا لا تكنيك وولات تتسمى لو بلاكو بلاتر في الليكسيك تاع الباتيمون معناتها الشركه من الاول صنعت ان برودوي اسمه بلاك دو بلاتر خذاه هو الاسم وولات لا تكنيك تتسمى بلاكو بلاتر بلاتر من شنو متكون هو جبس مرحي اون ميل بارتيكول معناتها يولي اون بودر فين تتخلط مع الماء وان ادجوفون الادجوفون هذاك هو نوع من النشا لو ميلونج هذا يتصب في وسط دو بلاك دو كارتون ريسيكلي داكور من بعد ما يتصب هذاك الكل تقعد لا بلاك هذيك وحتى تشيح وتخرج لنا اون بلاك فيني دو بلاكو باهي نشوفوا اللي طريقة الصنع تتعمل ما غير كل باهي دونك سي ان برودوي بلوز او موان ايكولو اي باهي كيفاش يركب ونستعملوا بيه نعملوا بيه دي سورفاس في الدار باهي اول حاجه يلزمنا اون ستركتور من حديد غالفانيزي باهي تركب لا ستركتور بالفيس في اي بلاصه باش نخدموا عليها الكلوازون نتاعنا نعديو في وسطها لاليمونتاسيون الكتريك لانستالاسيون الكتريك كل لي كابل وك الدنيا والخيوط الكل اللي تعداو نتاع الضوء وحتى وكان عندنا جعب نتاع ملتي كوش تاع ماء راهم يتعداو في وسطها على خاطر ملتي كوش اي ما مش مشكله نعديو في وسط فما اون ايبيسور نعديو كل شيء في وسطو دونك الكلوازون بعد نحطو ليزولون اللي هو ليزولون جينيرالمون تبدا اون لين مينيرال تنجم تكون اون لين دو روش ولا تنجم تكون اون لين دو فير اي من بعد تاقى على فيكساسيون تاع لي بلاك اللي حكينا عليهم المصنوعين هذوك لي بلاك هذوما يركبوا على ستركتور غالفانيزي بالفيس باهي معناتها حاجه سهله برشا باهي اون فوا ركبوا لي بلاك يقعدوا لنا دي جوان بين البلاكه والبلاكه هذوك يتغطاو افيك اون تكنيك سبيسيال اسمها جوان بلاكو بلاتر اللي هو سكوتش اون كارتون ايتانش يسكروا بيه لي جوان الكل دونك هكا نوليو عندنا اون سيرفاس هوموجين تاع خيط ليس نظيفه حاضره باش اون ابليك عليها الماستيك ودينا كي نشوفوا لا تكنيك هذيا الكلها كان نعطي انا اون موين يكون ما عندناش حيط الحيط يتبنى اونتر ساعتين وثلاثه سوايع معناتها كونوا معنا شيء ولي عنا حيط كامل
ونجمو اون بلوس من الحيوت نجمو كيما قلت انت من الاول نعملو به بلوزيغ انترفونسيون ديكوراتيف كيما لو فو بلافون يتخدم بالبلاك او بلاتر حتى كان عندنا دي موتيف في الفو بلافون راهو يتعملو فاسيلمون نجمو نعملو به دي نيش اذا كان عندنا بلاصه حاسينها ماهيش حيه نحبو نعملو فيها اون انترفونسيون سهله برشا بالبلاك او بلاتر خاصيه كبيره البلاكو اللي هو شنو سي ان برودوي 100% ايكولوجيك مصنوع نعرفوا احنا الجبس والكارتون الجبس ديجا سي ان برودوي ايكولو دونك والكارتون اللي مصنوع به سي ان ماتيريو ريسيكلي اي ريسيكلابل دونك ما يطيش حتى من بعد البلاكو من ناحيه صحيه يحمينا من لي زاليرجي ومن لي مالادي ريسبيراتوار خاطر الجبس يجبد لوميديتي اللي عندنا الكل بلاكو بلاتر زاد يعطينا اون كليماتيزاسيون ناتوريل كيفاش كي نقولوا كليماتيزاسيون شتي وصيف راه معناتها سخونه في الشتاء وبارده في الصيف علاش خاطر على خاطر فما كل لسباسمون هذاك اللي يشد السخانه والبرد هذيك سي اون ايزولاسيون داكور اما البلاكو مصنوع من الجبس والجبس يشرب لوميديتي في الشتاء دونك يرجعها سخانه ويسيب لافابور في الصيف دونك يبرد دونك ما نجموش نقاو على البلاكو بلاتر مثلا دي موازيسور ولا دي لا جامي لا جامي دونك العباد اللي عندهم مشكله في الريسبيراسيون ولا عندهم حساسيه من لي زكاريان منصوح بيه على الاخر منصوح كيما ريت يوفر لنا نير كونديسيوني ناتوريلمون معناتها جوست كي نستعملوه لو بلاكو بلاتر سي ان برودوي كوب فو معناتها لا قدر الله فما حريقه راهو هو يقص الحريقه يخليش لا بروباغاسيون نتاع النار هذوما الكل خاصيات اما فما زوز انواع خرجوا ديرنيامون ما عندهمش برشا وتنشروا في السوق وعندنا حتى في تونس موجودين هو البلاكو بلاتر اكسترن صحيت اللي هو ايتانش على الماء نبداوش بالاكسترن نبداو بلوتو بالليدروفوج داكور ليدروفوج خاطر احنا نعرفوا اللي احنا عندنا هاجس في لي سال دو بان مثلا نقولوا ليه ما نعملوش جبس ولا ويمشيش يتنفخ ويطيح اي جامي دو لا في اي اون سيرتين اوتور ما عادش يقلقنا بكل مي توا كي تصنعوا لي بلاك دو بلاتر هيدروفوج معناتها يقاوموا الماء معناتها نجموا نحطوهم في لي بيس هوميد كو سوسوا في الكوجينه ولا في سال دو بان ولا في سال دو Et en plus avec application de la faïence فوق معناتها رانا نجمو نغلفوه بالفايونس ما عندنا حتى مشكل كان نحيط فايونس نجمو ما نجموش باغ كونتخ نغلفوه بالمغبر خاطر زين عليه المغبر بالطبيعه اي لازم حاجه خفيفه حاجه ادابتي عليه ما نجموش نرزنوا عليه ومن بعد نقولوا شبيه رخ ولا طاح دونك هذا دور المهندس المعماري باهي حتى فرح تجمع تيكم نصيح هو فرح تسأل المهندس يجيب باي اي ديما هو ديما هكا المحالة دونك وفما كيما قلت انت فرح اللي نستعملهم البرة اللي هما شنوما هي لابلاك دو جيبس هذيك محصورة موش انتر دو باروا دو كارتون مي بلوتو الجناب البرانين معمولين بالسيمان داكور دونك هذاك نستعملوه البرة ما عندنا حتى ادنى مشكل فيه يركب كيف لا ميم تكنيك بون ستركتور غالفانيزي او بالفيس ونجمو نعملو به توت انترفونسيون ديكوراتيف دو فاساد ولا عندنا غاميناجمون دو فاساد عندنا مثلا فاساد تاع دارنا قدام نحبو نرجعوها ادابتي على اللي قاعدين نشوفو فيه توا وعلى لي فينومين دو مود اللي خارجين نجمو نركبو نعملوها الانترفونسيون تاعنا بالبلاكو بلاتر اللي ديستيني ليكستيريور داكور نجموش نركبوا نجمو نعملوا دي باك بالبلاكو بلاتر اكستيريور معناتها نحطوا فيه دي بلانت نجمو نعملوا به كل شيء داكور طونك اللي ديستيني ا لوزاج اكستيريور نعملوا به كل شيء على خاطر امبيرميابل اي ايتانش دونك التكلفه راهي ابوبخي سي لو ميم كو باش نبنيو حيط ولا باش نعملوا له ولا باش نعملوها يمكن اقل شويه ما نحبش نعطي اسوام على خاطر كل انترفونسيون باش تتكلف ما نحبوش نغلطوا معناتها الناس مي نجم نقولوا بلوز او موان هي نفسها اما يربحنا في برشا وقت في عوض باش نعملوا مرمتنا في جمعه ولا 10 ايام كيما تشوف في نهارين نجم يكمل كل شيء ويجي الدهان ويبدا يدهن مهم برشا كل هذه التوضيحات دونك الناس اللي تسمع فينا واللي اهم من هذا العبيد اللي تحب ديما تبدل وفي الانتيريور نتاعها البلاكو سهل حتى في التقليع نحي الفيس ونحي نحي الفيس وتنحي وان بلوس ماتيير ريسيكلابل دونك وتنجم ترجع لسباس كيما كان سورتو العبيد اللي بتاتر كارين ديار ما يحبوش يمسوا لا ستركتور الرزينه نتاع الدار مثلا الناس اللي تاخذ دي ماغازان ويل فول غاميناجي لو ماغازان لا تكنيك دو بلاكو بلاتر سي ليديال
يعطيك الصحة جبران مساعد الأرشيتكت اللي مد لكم مجموعة من المعلومات. هكا نخلتوا نهاية موعدنا اليوم في ساعتين فرح. نتلقاو إن شاء الله غدوا على خير كالعادة من 9 ل 11 تلتحق بنا ألفة في الاستوديو باش تقدم لكم الميتيو، ثم عندكم موعد مع الأخبار مع أميرة العجيلي. ما بقى لي كنقول لكم بسلامة الناس الكل، ونتلقاو غدوا على خير إن شاء الله.